اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايبي ومتابعيني، وحشتوني، شفتوا رجعت لكم في فيديو جديد خالص كده، وانا في الحرم النبوي. ربنا يرزقكم يا رب الزياره يا رب، ويشفيكم يا رب ويعافيكم يا رب، ويكرمكم ان شاء الله بزياره النبي وبيت الله الحرام يا رب. وادي فيروزه حبيبتي، ربنا يا رب يجعلها عمره مقبوله منينا، ويرحم اخويا يا رب رحمه واسعه يا رب، ان شاء الله يجعله من اهل الجنه يا رب، ويحشر اللهم احشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم يمن كتابه يا رب، اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من دار، واهلا خيرا من اهل، وزوجا خيرا من زوج، وذريه خير من ذريته. وارزقه يا رب ان شاء الله بشفاعه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم اسقيه بيد حبيبك المصطفى شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا يا رب. أدي المسجد النبوي كده من بره، وحبيت إن أنا أشارككم الفيديو ده، مش طويل بس إن شاء الله إن شاء الله الفيديوهات كلها إن شاء الله أنزلها لكم كده أول ما أرجع مصر. ربنا يا رب يصلح لكم الحال يا رب، ويسر لكم الأمر، ويا رب يجعلكم إن شاء الله من الصالحين يا رب دايما كده، ويجعلكم من العافون عن الناس، وينولكم الزيارة يا رب. تعالي يا فيروز، تعالي كده يا ماما، اجري هنا يلا، عشان اجري عشان ده بتاع فيديو اليوتيوب، يلا اجري اجري وراها، اجري اجري وراها صغير، اجري وراها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا يكرمكم يا رب بالخير كله يا رب، ولينا تحياتي لينا، ربنا يا لينا يرزقك بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. تحياتي النهلة، نهلة من اسكندرية، نهلة الأماش، تحياتي لأم أحمد، لأم محمود من أسيوط، كلكم ربنا يرزقكم يا رب إن شاء الله بالزيارة يا رب، إن شاء الله يرزقكم بالزيارة يا رب. مش عايزة أنسى حد، سارة عبادة حبيبة قلبي، إن شاء الله ربنا يكرمك يا رب بالزيارة، ويبارك لك في أولادك وزوجك، وحنان نونة، نونة في المطبخ، ربنا يرزقك يا رب زيارة النبي، وبارك لك في محمد وزوجك يا رب، ويرحم أمك يا رب رحمة واسعة.